السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعين الكرام. اليوم عندنا هنا في الغسيمة كان في شركات تدعيم أخرى تقول ضروري الدعم من صوب الشارع الرئيسي. طبعا ليش قالوا الشارع الرئيسي؟ لأن في خدمات مثل شنو؟ الكيبل مثل ما تشوفونه، الكيبل هذا في بايبات تغذية، بايبات مياه ما لقينا الحمد لله. هذا البيت القسيمة على الرأس، فيكون نهايته عند بداية أول قسيمة لزيزة الرأس، فبدأ بس الكيبل هذا وأمورنا طيبة. هذا راح نقدر نسوي له تربيط عأساس نضمن إنه ما يطيح لو فرضنا. فشوف الحمد لله حاليا لا يوجد انهيار في المكان هذا، والتربة متماسكة وجيدة. وفرنا على صاحب القسيمة إلى 2000 دينار، فلذلك متابعين الكرام إذا ضغطوا عليكم شركة تدعيم لازم تتأكد أن لا يوجد بايب ماي. صعب إذا طاح صعب أنك ترده مرة ثانية. فالكيبل مقدور عليه مثل ما تشوفون هناك في مكان، هذا واحد راح وهذا واحد شيء ما طلع. فالأمور طيبة كذي بالطريقة هذه، ما راح نتعمق أكثر وراح يصير ثابت، وإن شاء الله راح نربطه نضمن عشان ما يطيح. وباقي هذه القسيمة هنا دعمنا من جهة واحدة، وفرنا حق صاحب القسيمة، وصاحب القسيمة أصلاً ما يبي يدعم الصوب شارع الخدمة، ما عنده استعداد يسوي تدعيم شارع الخدمة. لذلك شركة التدعيم هي اللي راح تفيدك أكثر. إذا كان عندك بايبات هنا، بايبات تغذية، لازم تدعيم. إذا في كيبل بس تمام أمورك طيبة. هذا باختصار متابعيني، والسلام عليكم.